ببغاء إكليكتوس هو طائر ينتمي إلى فصيلة الببغاوات، وهي طيور رائعة كطير أليف، وقدرة الببغاء في الاتصال مع البشر نتيجة طبيعتهم الفضولية جدا، وتتواجد في غابة الأمطار الاستوائية، وهم أقل إزعاج وتدمير من الببغاوات الأكبر الأخرى، بالرغم من أنهم يمكن أن يصرخوا تماما بصوت عالي عندما يصبحون خائفين ويتعلمون الكلام بطلاقة أيضا، ولكنهم لا يجيدون بالضبط تعلم الخدع، وهو أهدأ من الكوكتيل. إن الذكر أقل عدوانية من الأنثى في الطبيعة، وقد تجعل الذكور طيور أليف أفضل للناس. ببغاوات إكليكتوس لا تنتج أي غبار في الريش، وبينما عندهم غدد تخرج منها زيت بدلا من الغبار، والغدة تساعد في تنظيف الريش، وهذا خبر جيد للناس الذين يعانون من حساسية الغبار الذي في الريش. ببغاء إكليكتوس أحد أجمل أنواع الببغاوات، التي تتميز بشكلها الجميل وبألوانها التي تزيد هذا الطائر جاذبية. يعتبر هذا الببغاء من طيور الزينة المرحة وذات القدرة على الكلام والتحدث. التكاثر الإناث في البرية يزاوجن مع عدة ذكور، وتحتضن الأنثى البيض بدون مساعدة الذكر، ويزور الذكر العش في فترات منتظمة وأثناء الاحتضان، ويغذي الأنثى بالغذاء المتقيأ، ويضع البيض في شهر يوليو أو تموز، ويكون عدد البيضات 2-3 بيضات. يفقس البيض بعد 26 يوم، والصغار ينمو لهم الريش، ويتعلم الطيران في 12 أسبوع، والنضج الجنسي 3 سنوات. الحجم 35 سنتيمتر في الطول، وطول جسم الذكر 420 إلى 480 مليمتر، أما طول جسم الإناث 400 إلى 450 مليمتر، ووزنه 615 أجرام، وعمر هذا الطائر 40 إلى 50 سنوات. كيفية معرفة الذكر عن الأنثى؟ إن الذكور لونه أخضر، ولون المنقار برتقالي، والذيل الأزرق، والأنثى لونها أحمر، ولون المنقار أسود، ولون البطن السفلي مع الرقبة كحلي. العناية: القفص يجب أن يكون كبير ليسمح له التحرك بسهولة بحرية، أو تكون معلقة، وإخراجه من القفص والتفاعل معه لإبقائه سعيد بدون مشاكل سلوكية، ويكون عرضه لنتف ريشه إذا كان مرهق أو حزين أو لم يعجبه الطعام. التغذية الجيدة تزيد نشاط الطير وصحته، وهناك قلق شديد يجب أن يؤخذ بنظر الاعتبار بخصوص الصحة الجيدة في طيرك أولا وقبل كل شيء. منع المرض: يجب إبقاء القفص نظيف وطبق الغذاء نظيف، والغذاء نظيف. الطعام يتطلب كميات كبيرة من الألياف وثمار وخضار في حميتهم لبقائه صحي، وينصح أن يغذى حول 80% أطعمة خفيفة مثل الثمار والخضار وفاكهة وبازلاء خضراء وبذور، ويحبون البيض المسلوق وموز ومانجا وتفاح وتوت وجزر وخس وطماطم والبندق الجاف وعباد الشمس وقطعة صغيرة من الجبن ودجاج أو سمك مطبوخ بشكل جيد ورز أسمر، ومنع أي مشروبات غازية أو كحولية أو قهوة أو حلويات تتضمن شوكولاتة وأفوكادو. بعض ببغاء إكليكتوس يوجد عنده نقص في الكالسيوم، وهذه يمكن أن يؤدي إلى عدم خصوبة البيض، ويجب تزويده بالكثير من الكالسيوم. القدرة الناطقة: ببغاء إكليكتوس قادر على الكلام، ويعد منافس قوي لببغاء الأمازون وببغاء رمادي إفريقي.
ويستطيع إلقاء جملة طويلة ونغمة ونوعية صوت ببغاء إكليكتوس واضحة ومتميزة جدا. والفروخ قد يقولون بضعة كلمات بحلول الشهر السادس من عمره، لكن أكثر إكليكتوس لا يتكلم جيد جدا حتى يصل إلى عمر سنة واحدة، ويواصلون تعلم الكلمات الجديدة. عندما تتصرف الطيور الجيدة بشكل سيء، بالرغم من المزاج الجيد الأساسي لببغاء إكليكتوس، وهناك حالات التي يمكن أن تؤدي إلى الحزن للطير ولمالك الببغاء، المعالجة القاسية أو العديمة للطيور أثناء التدريب والتربية، ويمكن أن تؤدي إلى سلوك سيء من الطير لعض المالك. ومالك الببغاء الجديد قد لا يفهم كيف يتعامل مع هذا السلوك، ويجب على المالك تملك الصبر واللطف في تربية الببغاء. وهذه النقطة مهمة جدا، النوم 10 ساعات كافية لنوم الببغاء، لكن إذا كانت العائلة ليست هادئة ولا يستطيع للنوم 10 ساعات مستمرة، سوف يكون متعب طول النهار وينام في أوقات أخرى. والحل لهذه المشكلة ضعه في مكان مظلم وهادئ للنوم أو تغطي القفص. وفي الختام سماع صوت الطائر مع تحيات قناة طيور.
Thank you.